السلام عليكم، معكم محمد الشاذلي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حابين نصاوبوا لكم الرفيسه، وغادي يصاوب لنا با عادل. بنا عادل في الغربه لا يخطي علينا ولا يحرمنا منه. الصراحه ايدو بنينه اخويا. اش كدير داك الترين اللي زاردو؟ ها امي اخويا شيري. المهم هو عادل اليوم تريني غادي يوجد لنا رفيسه. مرحبا بكم اليوم معنا. اليوم غادي نصايبوا رفيسه طريقه مغربيه ان شاء الله، واخا ما عندناش القوام ديالها كامل ولكن غنقداو باللي كاين. هادشي المهم ضروري الحمد لله موجود. تبارك الله عليك اخويا. ونتمنى تعجبكم الوصفه ونتمنى تعجب الدراري. الله يحفظك اخويا عادل. بخير. ها هو اللي كنديروا دابا الدجاج اخويا عادل. الدجاج ديالنا نديروا عليه واحد نص كاس ديال زيت العود. اها تبارك الله. نديرو عليه واحد ثلاثة دريسات ديال الثومة محكوكين. الله الله اخويا عادل. الثومة انا بالنسبة لي ضرورية، كانت اونتي بيوتيك وكتعطي واحد المذاق عجيب سبحان الله. كاينه اخويا. لا بصله زينه هي الثومه. شوف سولنا اخويا شنو دابا بداك الثومه والزيت اللي كانوا دايرين في لوطيه. والله العظيم هذاك الشيء تلاح وقع لها. الله يسلم. صافي رمضان زعما يخليهم رمضان ان شاء الله كاينه الخدمه. خدموا عادي بالي مفقودين عندنا اخو مع البصله. كل شيء على امين خويا. كاينه بما فيه الكفايه. صافي علاش نبكيو دابا؟ كتزيد البصله اخويا عادي ليا. يا البصيله جوج حبات وداك الشيء حسب المذاق. تقدر دير ثلاثة الحبات، تقدر دير أربعة الحبات. داك الشيء اللي كاين على حساب المذاق، كل شيء على المذاق اخويا. وعلى حساب الكورتي تاع عادي. الله يعطيك الصحة اخويا عادي والله. من بعد كندوزو العطرية ديالنا. نعم كلشي على العطرية. ولكن قبل ما كنبداو نحطو في العطرية تشحر تكون البوطة ديالنا حامية مزيان. فوالا نحطوها باش نشحرو الدجاج ديالنا شوية. ضحك معنا اخويا امين. هو عادي انا درت شي واحد العيبة عجبتني. انا في الاول كيحسب لي انك نتايا كتقلي. لا وانعام. دونك جاك تي مطفيوك شحال تكون شي على فوق بعد كتقلي. هذا باش نقليو نزيدو اون ميم طون كنزيدو العطريه ديالنا. العطريه كنحتاجو اول حاجه سكنجبير وحاجه ضروريه. انا شي حاجه سميتها سكنجبير عادي حتى هي كتعجبني بزاف. نديرو معلقه صغيره ديال سكنجبير نعمروها شويه. كنديرو معلقه صغيره ديال الابزار. هو الفلفل الاسود. الفلفل الاسود. المهم كيف ما كتلاحظوا حنا راه كتشاركوا معنا كلشي، الحياه ديالنا المعيشه ديالنا وكلشي. هو عادي معكم معلقه ديال الكمون. واخا ما عندناش كمون ديال البلاد كنديروا كمون ديال السعوديه. والصراحه الكمون ديال البلاد اخويا عادي راه شي حاجه ايفيكاس. كنديروا واحد نص معلقه صغيره ديال الملون. ملون وكي متكثرش ملون راه كيقولك عادي فيه مواد حافظه. لا ياك. لا ايوا صح الناس المعلومه حيت كاين اللي كيشربوا كيرو الامين كيدعك امين. الله يلاه خويا السمو عيان. هيا خويا امين الصراحه نورت. ضروري الصفوه. اهم حاجه عندنا الكركم. الكركم الكركم هو الزعفران ياك عادي. ياك. ها شنو نسينا؟ كنديرو الملح. شويه د الملح حسب الذوق. داكشي اللي كاين. كاين اللي مريض مسكين ما يقدرش يدير. والله الصراحه كاين شي ناس محروم من الملح. اصلا المدرسه ديال عادلات هذا راه عمركم شفتو شي رفيسه بحالها في العالم. وكي كنتحدى اي واحد يصوب بحالها والله عادل. انا عرفت اش كنقول بحال هكا اخويا عادل حيت كنذوق الماكله ديالك والله. والصراحه طيب والله يعطيك الصحه. كاين ولا لا امين؟ الله يحفظك. كتجيك اخويا كيشوف الورق الريحه الرفيه. انا البازيليك. البازيليك الريحه. بعد الشيء نسدو عليه ولا نخليه بحال هكا عادي؟ لا خليه يتشوح شويه ونزيدو عليه شويه ديال الماء. شويه ديال الماء سخون ولا بارد؟ لا سخون. ما سخون. ديما الطياب ديما تزيد الماء سخون ما تزيدش الماء بارد. امين راه نجيب لك امين شويه. جيب لي جيب لي امين شويه الماء سخون. اييه عاون با عادي انت اصاحبي غادي تقول حتى حاجه اصاحبي. ها 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 عمرها نزيدو الماء. عمروها بأليتر دو وعلى حسب المستطاع اللي عندك. اللي كاين كيبغي يسخنو بزاف يدير كثر. الا كانت عندك كوكوط اكبر تقدر دير حتى 1 لتر لتر 2 لتر. مرحبا اخويا على حسب عاوتاني المقادير اللي درتي. وعلى حسب حنا كنديروها على حسب المقادير اللي درنا ديال العطريه وديال الدجاج.
دابا شنو غادي نديرو عاد ملي غادي نسالو الدجاج؟ وغنصدو عليها بلا ما نسدو الكوكوط. مش زعما تفاد لهنا كاع هادي نخليوه يطيب على خاطرو. نصاوبو المسمن دابا عادي ولا غادي نمشي حاجه؟ وغنوجدو المسمن ديالنا. مسمن مرحبا. كنديرو على حساب القياس اللي بغينا. انا درت 1 كيلو. يلا يدنا فراسك خويا. يلا يكفينا حنا تبارك الله عندنا اسبوعه كاين نصيحه. الله يعطيك الصحه خويا عادي. المهم عادي شوف فيها غادي نخليك مع المسمد ونتلاقاو شويه من نقرصوه وندوزو عندهم اخويا عادي ياك ولا لا؟ الله يحفظك ليا. باش نزيد دابا عادي نزيدو واحد شويه القزبره المعدنوس موجودين عندنا كنزيدوهم حتى هما وكنزيدو واحد المعلقه ديال السمن. المعلقه ديال السمن هاد السمن بلا عادي جاي من اللي الله. دابا انت عادي عندك السمن وما عندكش راس الحانوت والحلبه. شوف والله الا ما نقولك شمرحش ولا لا صافي السمن بلدي ديال بصح والله حتى عادي سمينه تبارك الله. واه الله يعطيك الصحة خويا رائحة ما شاء الله طالعة واحدة باهية الله يعطيك الصحة خويا عادي الله يعطيك الصحة. أنا عندي نقلة شوية صغيرة باش نخلعها باش تجي مقادة وتجي رقيقة. كاين أخويا عادي دابا حنا في مبارك. أنا الطريقة أنا غيدبنا دابا هادشي. أنا الطريقة اللي غادي ندير في السقي أن نحطو شوية في النص تعاود النص نسقيو ونعاودو نزيدو مسمن باش السقوة تكون مزيانة. الله يعطيك الصحة يا بسم الله. أيوة كانت الحلبة. أو الحلبة غتكون حاجة أخرى خويا عادي. قديم من العالم ما يجيب الله الصباط. هذاك الشيء اللي كاين أخويا عادي. ولكن شوف تبارك الله عليك عادي طالحة رويحة كتحمق وكتجنن وتبارك الله عليك والله يعطيك الصحة خويا عادي الله يطول لنا في عمرك باش نزيدو الفوق. نزيدو المسمن نعاودو نزيدو الصبوة. نعم ومن بعد أنا باش نحطو الدجاج ديالنا ونسقيو التماثيل ديالنا. الجيران الجيران. أنا هاهو عادي دابا راه كنتسناو اي مشى داكشي يتحط. ام فيري هانغري ما الله ما الله خويا عادي. ولكن دابا واحد يشو الزمعقه ديالو خا هذيك ديال الخشونه. يا خويا واش معقه فيها اندومي تاكل بها الفيسا انا خويا راه بالراحه. يلا خويا نوصل نمشيو يلا صلاة والسلام على رسول الله إلى جيل سيدنا محمد الله معك جيل علي الله يعطيك الصحة خويا عادي واش بارك الله عليك. الصحة والراحة الشباب. الله يعطيك الصحة خويا. المهم كيف ما كتشوفوا الدراري الفيسة هي عادل الله يعطيك الصحة. الله يعطيكم الصحة خويا بالصحة والراحة. ويلي حجة فاطمة هادي مطيبة. شكون عادل؟ وحاج بصر. حجة فاطمة. المهم انتوما نوصل كيخشي فوجو. امين. بسم الله. شي حاجة وطاب. ما عطاه الصحة والله. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا الطبسير رد الحس الله يعطيهم الصحه الدراري ولاو كيكملوا بايديهم. امين. كي جاتك اخويا الله يعطيك الصحه شي حاجه خطيره. اش درت هذا انت امين؟ صح صح مصاد. كي جاتك اخويا الله يخلف عليك عادل يخلف. الله تبارك شي حاجه وطاب. ما يعطيك الصحه والله. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا الطبسير رد الحس الله يعطيهم الصحة الدراري ولاو كيكملوا بايديهم. امين. كي جاتك اخويا الله يعطيك الصحة شي حاجة خطيرة. اش درت هذا انت امين؟ صح صح مصطفى. كي جاتك اخويا الله يخلف عليك عادل والله تبارك الله عليك. خولي يا خولي يا خولي يا عادل خولي يا دكتور. واش حنا كنطلبوا تقول لهم امين مريم
سير على المحمد. ساعدوا المسكين. ساعدوا المسكين هذا الخوجان شو مرة مرة. الله. مرة عيان. هذا سير. هاريان لي يا أخوي عادلان. أنا أخوي سيمو. كسف لا. دقيقة أنت كا الله خوتي خواتاتي كنتمنى من هذا الفيديو يكون راق لكم ويعجبكم وموعدونا فيديو آخر وما تنساوش أبوني وجيم وكومنتار باش نواصلوا ونكملوا معكم فلاشين وشكرا لجميع المتتبعين وديديكاس من عندي لجميع الناس اللي كاينين فلاشين كنبغي نقول لكم شكرا وميرسي على التتبع ديالكم ولا لي خطيكم